أدونيس، يعني بالغنى عن التعريف. واليوم كلنا شرف لنا أن تكون موجود بمكاتب النهار بالبودكاست. يعني الواحد شو بده يعرف عنك؟ ما بيعرف، بتروح كل الكلمات يا عزيزتي. أنا النهار بالنسبة لي جزء أساسي من حياتي، وبقدر أقول أنه ربيت فيها يعني، وربيت خصوصا من الخمسينات بأفق القرن المنصرم، يعني بأفق غسان تويني وفؤاد سليمان وهالمناخ العظيم اللي كان يحاول من هالمكان الفريد تاريخيا اللي هو بيروت يخلق الأزمنة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. فأنا جزء من هذا العالم اللي مع الأسف ابتعدت عنه مكانيا، لكن زمنيا لا أزال فيه. صح، ولا تزال بعقلنا ومنقري لك ومنتعلم منك كلنا. علي أحمد سعيد إسبر، كيف صار أدونيس؟ يعني هذا له تاريخ. يعني انت ما بعرف اذا بتعرفي انه انا بقيت في الضيعه حتى سن 13، ما دخلت مدرسه. وبعد 13 كان استاذي ابي في البيت، يعني كان يعلمك والدك، كان يعلمني الخط ويعلمني كيف اقرا ويتركني حرة. يعني عمره ما قال لي اعمل هيك وما تعمل هيك، او ما انا ابي اكتشفته بعد ما موته انه فعلا كان صديق اكثر مما كان ابا. المهم انه في 1943 حدث بحياتي انقلاب جوهري، وبدون أن أعيد تكرار رويته مرارا عديدة، ودخلت المدرسة. والمدرسة كانت المدرسة الأخيرة الفرنسية في سوريا، الليسي فرنسي في طرطوس، وأكملت دراستي الثانوية. وخلال دراستي الثانوية كنت أكتب نصوص باسم علي أحمد سعيد وبعثها لبعض المجلات أو الجرائد، يعني منها لبنانية، فلم يكن أحد ينشر أي شيء. وذات ليلة في الدورتوار، كان عندنا مدرسة ثانوية، قرأت أسطورة أدونيس هيك مصادفة، وأيقظتني وأحببتها كثير، وقلت إنه هالجرائد والمجلات التي لا تنشر لي هي هذا الخنزير البري الذي قتل أدونيس، وإذا سوف أوقع من الآن فصاعدا باسم أدونيس. وكتبت قصيدي وقعت باسم أدونيس، وأذكر كانت عنوانها المشردون، شوف عن سنة 48 الفلسطينيين، وأرسلت إلى جريدة لم تكن تنشر لي أبدا. وفوجئت أن هذه الجريدة واسمها الإرشاد في اللاذقية نشرتها على الصفحة الأولى. أولى. ومع إشارة يرجى من الأستاذ أدونيس أن يحضر إلى مكاتب الجريدة. وأنا لا أزال يعني بلباس شبه قروي. فتاني يوم ذهبت إلى مكتب الجريدة وقلت لهم أنتم تريدون أدونيس، أنا أدونيس. ففوجئ اللي استقبلني قال لي أنت أدونيس؟ قلت أنا أدونيس. ركض ودخل بسرعة إلى رئيس التحرير وقال له في واحد عم بيقول حاله أنه أدونيس. فدخلني، دخلت وقت اللي شافني رئيس التحرير وقف قال لي أنت أدونيس؟ قلت نعم أنا أدونيس.
ومن ذلك الوقت غلبني اسم أدونيس، وأنا سعيد به لأنه فتح لي آفاق لم أكن أفكر فيها إطلاقا عندما أخذت الاسم. فلاسمي دور عميق وأساسي في هويتي الثقافية أيضا. إذا بطلب منك تعرفني على طريقتك، كيف بتحب الواحد to fill your strap، يعرف عن حالك؟ يعني أنت كيف تحب تعرف عن حالك على طريقتك؟ أدونيس فقط، ولا أحب الأوصاف والشروحات ماذا فعلت وماذا صنعت، لأنه أنا أعتقد وأعيش هذا، الإنسان ليس موجودا فيما صنع، وإنما هو موجود فيما يحاول أن يصنعه، لأن الإنسان عمقيا لا يرث هويته كما يرث بيته وحقله، وإنما الإنسان يبتكر هويته فيما يبتكر أعماله وحياته. بس قديه صعب الواحد كل يوم يشتغل على هويته وعلى حاله تيبتكر حاله وإنسانه ويتقدم، خصوصا بهالأجيال اليوم واللي عم نشوفه إنه الإنسان بتحسه إيه ما بقى بده يبتكر، أو اللي عم بيبتكره كتير قليل. قديش صعبة هذا الشيء إنه اليوم الإنسان كل يوم لازم يشتغل على حاله تيعمل ويكون شخصيته وإنسانه واسمه ويشتغل على حاله. ما دام هذا ممكنا وواقعا عند الشعوب كلها يعني، فإذا ممكن أن يكون عند العرب، لكن هذه يعني سؤالك مهم، لأن العربي مع الأسف كسول، وكسول على جميع المستويات، يعني يحب ثقافته الأساسية مرتبطة بالمصلحة والفائدة أكثر مما هي مرتبطة بالبحث والمعاناة والاكتشافات، ولذلك هو مثل صاحب السلطة عندنا. يعني أنا قرأت بالتاريخ كل، يعني ما قرأته لم أجد مثلا حاكما واحدا يصل إلى السلطة ويتساءل كيف أبني مجتمعا حرا وعادلا، وإنما سؤاله الأساسي هو كيف أصل إلى السلطة وأستمر فيها. صح. وهذا انعكس على الحياة، كل شخص عندنا بأعماق بفكر كيف أصل إلى عمل وأفيد منه وأربح. المكان العظيم مهما كان عظيما تحول بهذه العقلية إلى نوع إلى دكان، ما عاد له بعد ميتافيزيقي. مزبوط. بيروت مثلا اللي إذا درس إذا نظرنا إليها تاريخيا نرى أنها من أهم المدن في حياة البشرية، من أهم المدن في التاريخ، لكن النظرة المصلحية، النظرة تسعى للكسب المباشر، حول إلى مجرد مكان مليء بالدكاكين يعني. للأسف. للأسف. واللي عم نعاني منه أكتر وأكتر كل يوم. بس المسؤولية مش مسؤولية المكان، أشخاص، مسؤولية الأشخاص. وقت الأدونيس بيقول المجتمع حر، منضل نسمع هالكلمة حتى أيام أنا صرت بحسها موضة هالكلمة، بس اليوم منك غير بوصفك شو يعني مجتمع حر. هلا مجتمع حر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقول رأيه كما يعيش في أعماقه في أشياء تقرر مصيره كما قررت وجوده، وهذه هي حالتنا نحن العرب، كيف يمكن أن يكون حرا؟ أنت وأختي أو أخوك من أب
وأم واحد. تحلمي مثل ما بتحلم أختي؟ لا. مخيلتك مثل مخيلة أختي؟ مشاكلك صحيح. الكيانية العميقة مثل مشاكل أختي؟ لكن ممكن رأسك ورأسها يكونوا متوافقين على شيء، بس مستحيل تتوافقوا في الأشياء اللي بتعطيك فرادة خاصة، وبتعطي لأختك فرادتها الخاصة أيضا. كل ما يتناول الفرادة الإنسانية لا نستطيع أن نتكلم عنه بحرية، لذلك نحن نجتر ونكرر ونرتبط بالماضي إلى آخره. والأخطر من هذا سهل، الأخطر من هذا أنه علاقتنا بالآخر هي نفسها. الآخر بحث وتوصل وتعب حتى اخترع السيارة، قطع أشواط بالمعرفة. نحن نأخذ السيارة جاهزة ما بنعرف شو في قديش، ونستخدمها ونرفض المبادئ المعرفية والعقلية اللي أدت إلى اختراع السيارة. كيف المصلحة والكسل والسهولة. وإذا هاي لازم نسأل أنفسنا من أين جئنا ومن نحن وكيف. من نحن؟ من نحن؟ مين بيسأل نفسه بقول من أنا ذات يوم؟ إذا غلطت غلطة أنا بكبتها بقول أنت غلطاني أو هو، بس ما بسأل نفسي أنا شو عملت. بس مين؟ ما هو من نحن؟ دايما الواحد أنا دايما بسأل حالي أنه نحن شو؟ واحد شو عمل؟ قد ما يعمل الأيام الواحد بيسأل حاله أنه مين أنا؟ شو عملت؟ يعني أنا وين؟ يعني أنا اليوم أعتبر حتى بالأربعين بسأل حالي شو اللي عملته؟ شو بعد لازم أعمل؟ يعني هذا دايما هالحرب الداخلية النفسية الواحد بعيشها. قديش كمان تحط الإنسان؟ ما درسنا، لا نستطيع أن نسأل هذا السؤال علنا الآن، لأنه بدنا نسأل هل بيروت مثلا، إذا بدل ما نحكي بالمجردات، يعني هل بيروت مدينة أم هي تجمعات بشرية أحيانا تتعاون وأحيانا يعني تجمعات بس إلى هوياتها المستقلة ضمن هالمكان اللي اسمه بيروت. طيب هل هي مدينة؟ كيف يمكن أن تكون مدينة ذات سلطة ونظام وكذا وهي مكونة من أفراد عليهم الواجبات نفسها لكن ليست لهم الحقوق نفسها؟ صح. كيف؟ هذا هو وضع العالم العربي كله وليس وضع لبنان. لذلك نحن لم نصبح مدنا، يعني حتى نخون تراثنا القديم. وقت بتقولي أنه بيروت أول مدرسة للحقوق كانت فيها، وين حقوق الإنسان؟ وإذا المدينة هي المكونة من أفراد عليهم الواجبات نفسها بس لكن لهم حقوق نفسها. متى نصل وما العائق؟ أنتم بتعرفوا كلكم، أنا بعتقد يعني بقول العائق الأساس هو الدين. العائق الأساس هو الدين، ثم الدين يستخدم هون القصة لخلق عوائق أخرى للأسف. استخدام الدين صار مثل رأس مال، رأس مال سياسي ورأس مال اقتصادي عسير الوضع. صح. فكيف يمكن دين يتحول إلى رأس مال؟ شو هالفلسفة العظيمة اللي عم بتقولها؟ والواحد بخلي واحد يفكر انه الدين الواحد هو دينه ايمانه بربه، كل واحد على طريقته واعماله اللي بيعملها بخير او على هالطريقه. اللي اليوم عم بيتحول هذا الدين انه نصير نكره بعضنا بدل ما نكون عم نحب بعضنا يعني هذا شيء شخصي. قد ايه صار بشع اللي عم نشوفه اليوم بموضوع الدين. إيه بس هذا راجع لثقافتنا ايضا، يعني عندنا نحن بالعوامل الدينيه وما حولها صار عند كل فرد جوابه المسبق عن كل شيء. الإنسان صار مثل شيء، كأنه شيء، بينما الإنسان الخلاق هو سؤال باستمرار. لا أحد يسأل نفسه ماذا فعلت وماذا قدمت
وكيف يمكن أن أكون ببناء واحد في مدينة واحدة ورفيقي في البناء. نحن كلنا اسمنا لبنانيين بس هو شيء ثاني وأنا شيء ثاني. هذه أشياء الحق علينا ما عم نطرحها. مين بده يطرحها؟ بتروحي مثلا على بلد أجنبي، طيب بفرنسا مثلا ملام، يعني أي واحد بيقيم بفرنسا أي أيا كان يعني، وعنده يعني المواصفات الموجودة في المهاجر أو في المواطن، مجرد ما يعيش فيها بصير جزء من المدينة كمدينة، يعني يتساوى في الحقوق والواجبات مثل أي مواطن آخر مزبوط. حتى ولو كان أجنبي. طيب هذا الحد الأدنى عنا نحن المسلمين والعرب غير موجود، الحد الأدنى الأول البسيط. هيدي إذا أسئلة ما طرحت بدنا نضل هيك. وإذا بدك أمثلة حية يعني ولو استطردت لنا يعني مثلا إذا حطيت الآن نحن الخلافة العثمانية انتهت سنة 1923 نحن 2023 قرن كامل. إذا حطيت هالقرن العربي الكامل اللي هو قرن الانقلابات المعرفية الكبرى على جميع المستويات، وكل العالم تقدم من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أقل سوءا إلا شعب واحد هنو العرب نحن. يعني في أيام محمد علي كنا منبشر بشيء أفضل مما نبشر فيه الآن. شيء بخوف لا بس هذا هو الواقع. مش هذا الواقع؟ واقع مرعب وموجع وهذا اللي بخلينا دايما من دون استقرار وضايعين. بس بنسأل طيب ليه مقابل هالتناقضات لماذا الأفراد العرب اللبنانيين خير مثال يعني يكون يعني إذا تركوا بلدانهم وراحوا إلى بلدان أخرى بيبرعوا وبينبغوا وبيمشوا بالقانون وبينبغوا، يعني ما بس بيمشوا بالقانون، المؤسسات هناك تتيح لعبقرياتهم مجال التفتح ومجال فرصة. الإبداع. ولذلك العلة ليست في الفرد اللبناني أو الفرد العربي إجمالا، فرد كفرد خلاق وعظيم يعني في مواهب أنا بحدود المعرفية. إذا بتقارن المواهب اللبنانية أو العربية إجمالا بالمواهب الفرنسية أصدقائنا، نحن مواهبنا أكثر مظبوط. بس ليش فعالي هناك وهنا مش فعالي؟ ليش؟ هلا ممكن نعمل أطروحة يعني هذا السؤال اللي كنا نسأله جميعا هو هذا، لماذا؟ هون سؤال للواحد. وبتلاقي هلا مثلا رغم كل هالعبقريات بس ما لها حضور فعال في مجتمعاته، ما لها أي حضور. وإذا لازم نسأل شو السبب؟ ليش؟ أنا بالنسبة إلي شخصيا يعني لازم أقول إنه لست ضد الدين إطلاقا. ما حدا ضد الدين. عم بقول لك ولا أحد. الدين حاجة شخصية فردية للإنسان، ومن حقه أن أكيد يؤمن بكل هذا الدين، ومن حقه على الجميع أن يدافعوا عن هذا الحق. لكن حينما تصرين أو تحاولين أن تفرضي علي دينك فرضا، طيب أنا أسمح لك بالحرية التدينية، اسمح لي أيضا إذا كنت بتحترمني وجارك بحرية التدين أيضا صح. وإذا كان هذا تم، وإذا العلاقة بيني وبينك مش الدين، العلاقة الحياة المدنية والقوانين المدنية اللي بتجمع بيننا، فأنت حر أن تتدين كما تشاء، بس لست حرا إذا فرضت قيمك الدينية ودينك على الناس الذين يشاركونك الحياة في المكان. فكيف
لذلك كيفما فكرنا كيفما فكرنا لا مفر على الإطلاق من مجابهة الدين كما يمارس، لا كما يعد. يعني نحن لسنا ضد المعتقد أيا كان المعتقد أيا كان، لأنه هذا المعتقد الديني الشامل الكلي اللي ما بس بيفرض قيمه فيما يتعلق بالطبيعة، بيفرض قيمه فيما يتعلق حتى بما وراء الطبيعة، يعني شل العقل وشل الحياة الإنسانية وكلما تقدم الزمان سيزداد الشلل. لا يمكن، لذلك تقدموا العالم بهالمئة سنة بس العرب تأخروا. مظبوط. بعدين وقت إجا أتى الضابطان الكبيران الفرنسي والبريطاني وطردوا الخلافة الخليفة العثماني، ما طردوه حبا فينا، طردوه حتى يحلوا مكانه ويسخرونا مثل ما كان العثمانيين يسخرونا. ولذلك أنشأوا مش أنظمة، أنشأوا ولايات، إجوا قالوا لنا هذه سوريا وقبلنا، هذا لبنان وقبلنا، وهذا الأردن وقبلنا، قعدوا على الطاولة ووزعوا البلاد كلها. طيب، ولم ينشأ من ذلك الوقت نظام واحد، نظام واحد منتخب تلقائيا من الشعب، ولا تزال الأنظمة المسميه عربية مش أنظمة، ولايات لعثمانية جديدة، هي كانت في الأساس بريطانية فرنسية والثار أمريكية الآن. طيب سمي لي نظام واحد ليس ولاية. إذا اليوم الشباب وفي بلدان فيها ولايات متعددة حتى. صح، مظبوط. هالشباب العرب اللي عايشين اليوم بهالبلدين مع يمكن حتى ايدنتيتي ضايعة، يعني ضايعة الهوية تبعيتهم، أدونيس اليوم نصيحته لهالجيل الجديد الشباب يلي كمان مثل ما كنا عم نحكي بهاجر لأنه ما بقى عنده أمل بهالأراضي الموجود فيها، بس نصيحته كإنسان من الإنسان للإنسان لهالجيل الجديد، شو نصيحتك؟ شو بتقلن؟ يعني أنا ما بحب علم أبدا، أنا تلميذ باستمرار وأتعلم من الآخرين. بنقول له الشيء اللي أنا عشته فقط، ولا بقول له اعمل مثله، بقول له يمكن أن تستضيء به وتخلق طريقك الخاصة. أنا أكره التعليم جدا. طب من خبرتك يعني من أدونيس اللي عاشه واللي أنا مرق كيف يمكن بكتير صعوبات، لأنه في ناس ما بيعتبروا أنه يمكن أنا إنسان كيف ناجح عشت. مرق بقول له أنا كيف عشت وبتركه حر، وبتمنى ما يتبنى أفكاري أبدا، يتبنى يعني يستضيء بأفكاري ويقول نعم أو لا. أما أني أعلم الناس، أنا يعني البشر اللي بحبهم أنهم بيعرضوني لأنه بيستفيد منهم، لكن الخلل أنه العداوة عندنا صغيرة، يعني بدك عدو في مستواك، إذا العدو مش في مستواك كارثة أيضا. كيف يعني العدو بمستواك؟ يعني العدو هو الآخر المستتر اللي عم بيقول للذات لا، لكن حتى يقول واحد لقلك لا بده يكون له مستوى مثلي، وإلا بيكون ما له معنى. لا يجوز أن نحسبه عدوا، أنا أفتش عن العدو اللي هو في مستواي حتى أستفيد منه. ومع ذلك الصغائر ما بسمعها، ما كان موجودي ما بيزعجوك الانتقادات أبدا. أنا ما لي عدو إلا اللي عنده نظرة حقيقية وعميقة، لكن بتكون مستقلة وبتكون ضدي
أنا الضد يحييني إذا كان له مستوى. أما الأضداد الصغار المتسلقين بنعرفوا على كل حال يعني. فإذا أعيش بدون عداوة، لا عدو لي إلا نفسي. نفسك كيف؟ نفسي لأنه أحيانا بتخليني قصر، بتخليني أحقد على الآخر مثلا يعني، بتصير النفس أمارة بالسوء، فأنا أحارب السوء اللي فيها يعني ولا أصغي إليه. كيف بتحدى حاله كل يوم أدونيس؟ لكل يوم عالمه. مثل ما قلت سابقا أنه الإنسان مشروع، ويبتكر نفسه ويبتكر هويته فيما يبني حياته، بدءا من الخبز اللي بياكله. وهكذا عايش. تنتبه على كل هالتفاصيل؟ اي هلا بفشل احيانا، بخيب احيانا، لكن بضل ماشي. حتى ابني حتكون ادي معنا مع ذلك. الجيل مع الاسف اليوم بشكل عام، فيني احكي انا عن الجانب الثقافي يعني، مثلا عندك شعر عربي لا مثيل له في العالم. وقت بتحطي ابو العلاء المعري وبتحط بتقارني بدانتي مثلا، انا شخصيا افضل المعري، لانه دانتي كان عنصري وكان كنسي بالمعنى التقليدي وكان عنده اعداء. المعري ابدا انساني ولا ديني، لكن لا يشتم المتدينين، يحب. دانتي صار من مؤسسي الفكر الاوروبي طبعا بفعل اللغة اللي خلقها، اللغة اللي كتب فيها. والمعري لا يقرأ. وإذا العلي في شيء فينا وهو علي، وأنا أضع هذا السبب الأول هو لا الدين في ذاته، وإنما الممارسة الدينية التي حولت الدين إلى أداة بدل أن تكون لحظة من الصفاء النفسي بين الإنسان وما يؤمن به. أولك لهية الناس كمان عن الثقافة وعن كل شيء. لذلك اليوم عنا ما في أسهل من اليوم. اليوم إما عنا فريق تقليدي يستعيد الماضي الاستعادي، وعنا الفريق الشباب مع الأسف يستعير الآخر باستعارة. نحن في ثقافة إما قائمة على الاستعارة من الآخر، وإما على الاستعادة من الماضي. معنى ثقافي معنى ذلك. إذا ما نرجع شوي على الماضي، أول ما قال على الصفحة الأولى، من بعدها كمان كان أول عندك أول قصيدة. قديش كل هالهيك الفترات من حياتك عملت من هالشخص أدونيس، وقديش عطتك يعني؟ واحد أول تجربة بكل شغلة، أول تجربة بكل محطة، أول تجربة، وشو واحد بيتعلم من هالتجارب تيوصل للي وصل له؟ يعني أبسط شيء لازم يقرأني بالأول، بس يقرأني قراءة صحيحة. حتى القراءة ما عاد موجودة عنا، لأنه أنا بقرأك مثلا، إذا قرأتي ما بقرأ النص في ذاته، بقرأ صاحبته. مين صاحبته؟ شو ميوله؟ شو ميولها؟ ما ميولها؟ ما انتماءاتها؟ يعني أنا القراءة العربية تقوم لا على قراءة النص الكاتب بحد ذاته وبصرف النظر عن شخصية الكاتب. القارئ العربي يقرأ كاتب النص. مين أنا إلى كويني؟ شو ميولها؟ شو موقعها؟ إلى آخره. وبعدين بقرأ النص كما يخيل إلي. فحتى قراءة معنا قراءة غنية وصحيحة. يعني أنت مع أنه واحد يقيم الإنسان قبل ما يقرأ أو لا العكس؟ لا، بقصد أنا إذا يعني الكتاب أو
يعني مثلا في الاسم يطغى على المحتوى على النص عند القارئ. بقرا غسالة ويني، اولا بدي اسال منو غسالة ويني، شو شخصيته، شو انتمائه، شو افكاره، شو الى اخره، تتفهم شو المكتوب على ضوء هذا بقرا نصه. واذا كاني عم بقرا موقفي منه، ما عم بقرا نصه هو بحد ذاته. هيك بتختار كتاب قراءاتك؟ لا، عم بقول انا القراءه السائده. ايه بس حتى لكن هيك انا احب ان اقرا اعدائي اولا. اذا إيه كان عم بقوله، ايه اذا كان له المستوى. بس في بتروح بتفتش طبعا اذا كان فيه ناس، يعني تعرفي عندنا مع الاسف مسبات وشتائم وكذا، يعني ما واتهامات مسبقه وحكي، هذا ما بقرأ انا. ادوارد سعيد قال عنك الشاعر العربي الاكثر جرأة واستفزازا في عالم. يعني انا قد انت استفزازي؟ انا اشكر انا اشكر ادوار كان رجل خلاق ورائي، و يعني انا لو كان حاضر كنت قلت له ما قلته وتسميه جرأة وكذا واستفزاز لا يشكل إلا جزءا بسيطا مما ينبغي علي أن أقوله ولا أستطيع أن أقوله. أنا مع كل جرأتي واستفزازي كما يقول إدوار في أشياء لا أجرؤ على قوله. عن جد؟ نعم، لأنه إذا أنا جرأت صديقي القريب مني، حتى ما أقول أخي وأختي وكذا والآخري، يعاقبون إذا ما فيهم عاقبوني أنا. وهذا ما عشته أنا. يعني أنا عندي يعني مسألة أخلاقية إزاء عائلتي، ما فيهم عاقبوني مباشرة، عاقبوا أهلي مثلا، يعاقب الأهل. نحن لا نزال في مجتمع قبلي عملي ولايات، نحن لا نزال ولايات. كيف عملت؟ كيف بتشرحي هالأشياء هاي؟ في ممكن في ناس إذا سمعونا الآن يقولوا شو هالحكي في حين أنه نحن نعيشه يعني، لكن مكبوت ولا يقال. لذلك واحد لازم إذا بقى نعرف الحقيقة لازم نشوف شو هي المكبوتات. بالغرب ما في مكبوتات. بعدين أنا نسيت تقول شيء، ليش ما يشكل مصير الإنسان ووجوده لا يجرؤ أن يكتب عنه ولا لا يكتب عنه أبدا، يكتب المشترك العام اللي بالأخير مستهلك ما له قيمة. هلا بدك تقلي أنه ما تجرأت تكتب كل اللي بتكتبه؟ طبعا فيه جرأة، في أشياء لا أستطيع أن أقولها حتى الآن. لهلأ بتتمنى شي نهار تقوله؟ بدي أقوله بحياتي، بسيرة حياتي. أوف. نعم. كيف؟ وأنا عايشة يعني، ما أنه نظرية. نعم. عم تكتبها؟ عم بكتبها. محضر مفاجآت؟ مش مسألة نظرية أبدا، مسألة حياتية. يعني أنا أحيانا أخجل احتراما للإنسان في هالمنطقة أن يقول أشياء عشتها. نحن المكبوتات عندنا لا تكتب. ما في امرأة كتبت مكبوتاتها. صح. ولذلك الأدب عندنا بعده، يعني أنا بقرأ روايات أو بعض الروايات، ماني خبير بالرواية، لكن بقرأ بعض الروايات لبعض الأشخاص حتى أشوف وين. مثلا رواية عن الحب، أنا بدي حب المرأة أو الرجل اللي هو ما يكتب الرواية. بقرأ الحب الموجود في الكتب، معادي صياغته بشكل أو بآخر. هذا من مجتمعاتنا يلي ما بتعطي هالحرية. لا لا، ما 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 يجعل الإنسان فريد ومختلف عن غيره، حتى عن أخوه وأخته، اللي بيجسد فرادته، سانجولاريتي تبعه، ما بيقدر يكتبها.
ولا واحد. في ناس حاولوا يكتبوها يعني في الماضي حتى الآن. لذلك ثقافتنا سطحية كثير. ثقافتنا السائدة بالمدرسة وبالبيت وبالجامعة وبالشارع وبالحياة الاجتماعية سطحية جدا وقيمتها ضحلة يعني ما لها قيمة. ما في تقدير. بالخمسينات والستينات بيروت لأدونيس والمشاريع اللي كانت عندك ببيروت إن كان من المجلة لغيرها لغيرها، بترجع هيك بتتذكر هالأيام؟ يعني برجع هلا على جريدة النهار اللي كانت رمز اللي اشتغلنا معا. بيروت في الستينات كانت يعني تتجسد في مشروعات لخلق الأزمنة مثل ما قلت وبكرر، يعني ثقافيا وسياسيا واجتماعيا أفق مفتوح بلا نهاية. بعد الحرب الأهلية تغير كل شيء. بس أنا مع كل ذلك أعد نفسي أني ولدت ولادي ثانية. ولادتي الثانية هي في بيروت، فهي أمي يعني أمي الثانية إذا أمكن. وأعمق ما فعلته وما كتبته كله مرتبط في وجودي كان في بيروت، من مشروع مجلة شعر المشترك مع يوسف الخال وبقية الأصدقاء أنسي وبقية الأصدقاء، إلى مشروع مجلة مواقف، إلى مشروع المحاضرات التعليمي في الجامعة. يعني أنا دخلت إلى الجامعة اللبنانية بحدث تاريخي لا أنساه، كله في تقنيات وأشكال، وعملت طروحة الدكتوراه حتى أتخلص من يعني واحد لازم يكون معه دكتوراه حتى يعلم. أوكي عملنا دكتوراه وحدث يعني شيء جزء عميق من كينونتي في بيروت اللي لا أنساها أبدا واللي أعتز بها، أنه الجامعة اللبنانية رفضت تجديد عقدي فأضربت الجامعة بكاملها. وكان بينها قادم في واحد لا يزال يعمل معكم هو عقل العويض، عقل العويض مثلا، أضربت الجامعة بكاملها إما أدونيس وإما ما في جامعة. ودخلت الجامعة بقوة الحركة الطلابية اللي كان أحد قادتها عقل العويض، وعملت دكتوراه اللي هو سبب تحول حتى يعني غطي الأشياء الشكلية. فأنا يعني ما بس ولادتي الثانية نمولت وكبرت مع الوسط الكبير اللي كان يعني يعيش ويختمر في بيروت. وطبعا أساتويني من نهار كانت جزء أساسي من هذا المختبر اللي عشت فيه. إذا اليوم بسأل أدونيس شو الحب بحياة أدونيس؟ عندي ثلاثة أشياء في حياتي مرتبطين ببعضهم. أول شيء الحب، ثاني شيء الصداقة، وثالث شيء الكتاب والشعر. ولا أفرق بين الحب والصداقة. الحب يحتاج إلى صداقة. الحب هش وبيمرض أحيانا وبيتعب. الحاضن الوحيد اللي بينقذه هو الصداقة. وإذا كانت رجل عاشقان أو حبيبان، إذا كانت الحبيبة أو الحبيب لا تقول أو لا يقول لرفيقه في السرير كل شيء ما يقوله لصديقه، معناها بينهما خلل. وأنا قلت وأقول لرفيقتي في السرير أحيانا أشياء ضده وضده، لكن حمتنا صداقة. وأنا أحيي رفيقتي في الحياة من عندكم من عندك. يعني شو بتقلها اليوم؟
كل شيء اللي بدي اياه. ساليني شو بدي. مشان هيك انا بعلاقتي مع خالد مثلا تقاتلنا وتخاصمنا كثير وتزعلنا وانفصلنا والى عشرات المرات، لكن بقي رابط الصداقه العميق بيننا وانقذ حبنا. ونحن عايشين لها من 50 وانا وياها. حلو. وبرجع بكرر تحيتي لها عبر هالمكان. نحن بنوجه لها تحيه. عم تحكي عن الصداقه وحكيت عن الكتابه. الكتابه ايوه علاقه ادونيس بهالكتابه، ان يعني هي حياته اللي بعيش معها كل لحظه. اي لو باي لحظات بتكتب؟ كيف بتكتب؟ اي اجواء بدك اياها تكتب بتقدر تكتب؟ ما عندي وقت خاص للكتابه. الكتابه عندي مرتبط بحركه حياتي. يعني يمكن الان بلا شعوري عم بكتب قصيده بلا شعوري. فما فيني اقعد ورا الطاوله واكتب ابدا. عمري ما كتبت قصيده على الاطلاق وانا قاعد ورا الطاوله. يكون ماشي، يكون بقهوة، مش بالبيت، بمكان لا علاقة له بالكتب أو شيء آخر، بما يناقض أحيانا. فعندي عادات ما بعرف فسرة، يعني أحيانا بكتب بالطائرة أحسن ما كتبته هيك. تكتب بعقلك قبل ما تكتب على الورقة؟ بكتب بعقلي بالأول تخطيطات وكذا، بس هلأ لازم أغير لأنه بدأت أنسى. الطبيعة أو المدينة والشوارع والقهوة والعجقة بتلهم أدونيس؟ كله هذا جزء من حياتي وبيعطوني قوة ودافع، لأنه ما في أجمل من الأشياء التي لا معنى لها إذا بتعطيها في السياق له معنى. حطي التناقضات مع بعضها بشكل طبعا بشكل فني، يعني بيطلع شيء بديع جدا. ولا شيء، حتى الورقة الطائرة الشجرة بتنزل وبتطير إذا بتعطيها في سياق معين بتصير كأنها وردي أو زهرة أو كلمي. تعرفت أدونيس للشعر؟ للي اليوم في كتير بيقول لك لا أنا ما بحب الشعر والشعر مش حلو، أو حتى الأولاد بالمدرسة بيعتبروا إنه مجبورين يعني حتى طريقة اللي بيقدموها للأولاد بالمدرسة إنه لازم إجباري يحفظ الشعر، أنا بلاقيها ثقيلة لأنه بصير معتبر حاله هذا واجب مجبور يحفظه مثل المكنة. تعرفت الشعر ومعنى الشعر والأحاسيس اللي وراء الشعر؟ إذا سألتك فيك تعرف الحب؟ لا يمكن. إذا عرفتيه بيروح، بيروح ما بيروح، يعني ما بتلطيه، ما بعد عنده قيمة الشعر. لأنه إذا عرفتي نفسك تشيأتي. أعمق ما في الإنسان أنه ما بيعرف نفسه، أنه بيضل سؤال. إذا عرف كل الأجوبة انتهى. في قصة صغيرة للمتنبي وبحب كررها لأنه مهمة كثير. شاعر كان في حضرة سيف الدولة وكل الناس اللي بيجلسوا كانوا معه كلهم ضده، دائما المتميز بيكونوا الناس ضده. ففي واحد بده يأذيه يعني حتى يحرض سيف الدولة على طرده أو شيء من هالنوع. قال له كيف تجرؤ أن تسمي نفسك المتنبي ونبينا قال لا نبي بعدي؟ سؤال عويص يعني محرج. مع ذلك المتنبي قال له ابتسم، يعني قال له أنت تقرأ خطأ، لم يقل نبينا لا نبي بعدي وإنما قال لا نبي بعدي وأنا اسمي لا. وأنا بتمنى أنه كل لبناني وكل عربي إجمالا يتبنى موقف المتنبي. إن شاء الله. إذا شئنا. حكيتني قبل عن الدين.
بس هيك بكلمة، شو تعريفك للدين؟ طيب هيك نرجع. الدين قلت علاقة خاصة بين الإنسان وما يسميه الله، يعني حتى يحل مشكلاته مع الموت، لأن الإنسان لا يحب أن يموت. بينما ما في حياة إذا ما في موت، حتى الموت نفسه لا مكان له إلا أحضان الحياة. لكن عندنا لأنه في فائدة وتجارة بيحب ما يموت، لأنه موعود وعد. وأنا ضد هذا الوعد. لا معنى للحياة إذا لم يكن فيها موت. صح. وتخيلي أنه جيل من الأجيال ما يموت، معناها لا توجد حياة، لا معنى للحياة أبدا. وإذا لا يجوز أن نخاف من الموت. والمشكلة ليست الموت، المشكلة هي كيف نحيا. كيف نحيا؟ هذا هو، هذه المشكلة. أما أن نموت، الموت مثلي بنال تافهة يعني لا قيمة لها، ليست مشكلة. مشكلة بالغياب، بصير نوع من الغياب على اللي بقوا بعدنا، هذا هو فقط. أما هو في ذاته الموت جزء جوهري من الحياة. هذا دايما كنت أسأل بيي أنه كيف بتعيش مع كل هالأشخاص اللي غدروك وبعد عندك هالقوة، أنه جد اللي عانى أكتر، بس كان يقول لي أنه هن فلوا ونحن اللي منشتاق لهم ومنكون بدنا ندقرهم ونهمرهم، بس هن موجودين معنا. تماما. الغياب، هذا الغياب هو المشكلة. بس في كتير ناس عندهم مشكلة، بخافوا من الموت أو حتى من اللي بيغادرون، ما بدون حتى ما بعدهم يحكوا فيهم أو ما بعد بدون يشوفوا صورهم، مع أنه مثل ما قلت يعني أنه هالقد هاي الحياة، فلسفة الحياة. صوفية تعريفك؟ ليش الصوفية؟ بس الكلمة هون، لأنه لازم دائما نعيد النظر في المصطلحات والمفهوم السائد عنها. الجو الشائع بالثقافات إجمالا أنه الحياة أو الثقافة لازم تكون قائمة على العقل وقائمة على التقنية وقائمة إلى آخره. لكن هذا يعني في إقصاء لإنسانية الإنسان، والإنسان مش بعقله، مش عقله هو اللي بيوجهه غالبا، بيوجهه أحلامه ورغباته شهواته الدفينة إحساسه، يعني جسده هو الأساس في حياته وليس عقله وليس أفكاره، لأنه العقل جزء أساسي من الجسد، من شرايينه ومن قلبه، ما في فصل يعني. لكن نحن نميل إلى العقلاني، والعقلاني ليش العقلاني الخلاقة، العقلاني المشتركية. إذا كان جوهر الإنسان بقلبه وليس عقله، فالتصوف هو الدخول إلى ما لا يمكن أن يعقلا، اللي هو كيف هلا سألتيني كيف بتعرف الحب. الحب مثلا، الحب أفق بتحرك فيه إلى ما لا نهاية. فالصوفية تدخلنا في حركية الأفق الذي لا نهاية له، لأنه تلغي الحواجز والحدود. العقل بيقول لك هذا منيح وهذا مش منيح إلى آخر، وتصلي بالطبيعة مباشرة، الطبيعة اللي هي كل شيء، وجزء من الطبيعة تصلي بالآخر. الصوفي بيقول لك أنا لا أكتمل إلا بالآخر. الصوفي بيقول لك لا نرس هويتنا، نبتكر هويتنا. وهذا كله أخذوه السورياليين وأعطوها أبعاد أخرى. فالحركة التصوفية وهي ضد المعتقد، لكل إيمانه أو معتقده كما يشاء، وضد
كل ما هو مذهبي يعني، وما في مؤمن وكافر عنده، في ذات وآخر. يعني ثورة معرفية كبرى داخل الإسلام، لكن مع الأسف يعني هبشت، وبعض المتصوفين قتلوا وأحرقت كتبهم، تعرفون تاريخيا هذا كله. فالحركة الصوفية من يعني أنا بالنسبة لي أعظم ثورة معرفية في التاريخ الإسلامي تتمثل في التصوف. ولو كان مثلا واحد مثل النفري أو واحد مثل ابن عربي، ابن عربي يعني هيجل، مثل هيجل، بس حتى الآن في مخطوطات له ممنوع، ممنوع طبعا. يعني عندنا مش مشكلات بدائية بس بعدها قائمة. كيف تنعمل هالثورة تواحد يواجه هالمجتمع ويفرجي حضارة الثقافات ويواجه الكراهية وخطاب الكراهية والحروب وهالمستوى؟ سلمين السلطة بجوابي. شو بتعمل إذا استلمت السلطة؟ لا بدي أسلمها فعليا، بس مش بيان على مع الاستفزاز اللي بتعمله ومع التحدي اللي بتعمله. الله يستر شو بده يصير. مش انا عم احضر ادوار سعيد، ف ما ادري شو بده يصير. كنت عم تحكي قبل عن التهديد، عن التهديد، وبتخاف على الاصدقاء والقريبين منك. شي مره اخافك التهديد شخصيا؟ لا، أنا أخاف على غيري. ما بتخاف على حالك؟ أبدا، والدليل أنه ما تراجعت عن أفكاري وأرائي أبدا. يعني الوسط كان يضيق أحيانا ويتسع بالنسبة إلي، يضيق أحيانا ويتسع أحيانا، وأكتب أشياء لا تنشر. وين بتحطهم؟ عندي صندوق. قدي بيكون معبى هيدا الصندوق؟ في أشياء هي. عندك بعد، كنت عم تحكي عن المشاريع، قديش بعد أدونيس عنده مشاريع وعنده أحلام؟ حتى موتي جزء من مشاريعي، لا تنتهي مشاريعي أبدا. وإلا ينتهي الإنسان بدون مشروع متحرك وحي وخلاق، الإنسان بيوقف. أحلام أدونيس يعني ما بعرف، حلم داخل حلم، لأنه أدونيس نفسه حلم يعني. حلو. بين الثابت والمتحول أين يسير أدونيس؟ أين يسير أدونيس؟ دائما في التحول، طريق التحول. يعني أنا أثور باستمرار على نفسي باستمرار، ولا يمكن هيك أحرص أنه أكتب شيء يكون في نوع من التكرار إطلاقا، لكن أكتب أحيانا أشياء فيها تنويع، فارياسيون، بس مش ريبيتيسيون. وفي بعض الناس طبعا بيصعب عليهم يميزوا بين الفارياسيون والريبيتيسيون، لانه الكلام في سياقه، وعندنا مع الاسف بياخذ الكلمه معزوله عن سياقها، مشان هيك بتصير تناقضات ونقاشات ما لها معنى، لانه كل واحد بيحط معنى وبيدافع عن معنى لا يقصده. ولذلك كل ما افعله، يعني اذا عملت شيء بعمل احيانا شيء من الفارياسيون، لكن مش ريبيتيسيون. ومشان هيك انا اقول انه اللي بدي اكتبه ما كتبته بعد لهلا. لهلا في عندي شيء لازم اقوله لم اقوله بعد. وراح تقوله؟ اظن. واللي ما فيني اقوله بالشعر راح اقوله بالأوتوبيوغرافي تبعي، بالسير اللي عم بكتبها. حلو. وبهالمعنى موتي نفسه مشروع.
كثير عم بتعيدها هالجملة. ايه أثر يعني؟ عليك لأنه حريص عليه كثير. كيف يعني؟ ما بدي أقوله كثير يعني، بعيد الشر ألف مرة عنك، بس كيف يعني؟ لا ما ما مشروع بعد عم بتشوفي بكره كمشروع ثورة. ما بعرف حتى الآن لا أعرف، لكن فكرتي شو أكتر شي بيأسرك؟ شو أكتر شي بيأسرك؟ وقت الواحد بيطلع هيك عليك بيلاقي هذا الإنسان العميق يلي بالفكر وبالعقل وبالقلب كله جامع وفيه كتير عمق حتى من النظرة، شو اللي أكتر شي بيأثر أدونيس؟ بيأثر فيي هيك جلسي، أنا بتحلي إني أشوف الآخر بشفافية كاملة وتخليني آمن بالآخر أكثر المختلف عني، هذا أهم شيء. والإنسان كائن عظيم وهو مركز العالم بالنسبة لي، وما في أعظم من علاقة عميقة بين إنسانين عظيمين، ما في أعظم من هيك أبدا. يعني في البدء ما كان الفرد، في البدء كان المثنى. الواحد لا وجود له، صح. التسامح كلمة كتير كبيرة تستعمل بعدة مجالات وبعدة محلات، بين العلاقة من إنسان لإنسان، الفرد لفرد، لحتى أكبر وأكبر، لحتى البلدان، لحتى الحضارات، الديانات، وكل هالشي. هالكلمة أنا بحب هالكلمة التسامح بالمعنى التاريخي، أدى دور كبير. لكن التسامح في تقديري يضمر نوع من العنصرية والتفوق. أنا معي الحقيقة لكن أتسامح معك بأن تقولي رأيك. وعلى هذا المستوى أنا ضد التسامح ومع المساواة. الإنسان يريد المساواة ولا يريد التسامح. حلو. واللي بيأذي التاني كيف بيسامحه أدونيس إذا حدا أذاك؟ الصمت. إذا كان في غنى يعني ببحث معه، إذا شفته يعني ما لا يستحق أصمت وأمشي في طريقي. تأذيه أكثر. لذلك أنا لا أرد على معظم المنتقدين، لا أرد عليهم، لكن يجب أن نعطي الحق لكل الناس أن يقولوا آراءهم. علاقتك بناديا تويني، وكان في شعر ترجمته على العربي. ناديا. ناديا بالنسبة لنا يعني ظاهرة فريدة على جميع المستويات، ظاهرة فريدة إنسانيا وفريدة بحساسيتها وفريدة بشعريتها. و يعني كنا نعد نموذج، و يعني جزء من حياتنا العميقة كانت ناديا. تكنولوجيا، هلا كنت عم بسألك من شوي، تحولات التكنولوجية واللي عم بيصير ووسائل التواصل وكل هالثورة اللي عم بتصير من الورق على الشاشة إلى حتى وسائل التواصل، إلى حتى يمكن الناس اللي ما بقى تقرأ، إلى كمان هلأ بعدين نحكي بالروبوتات اللي عم بيخافوا الناس أنه ياخدوا محل الأشخاص، محل الإنسان. أدونيس رأيه من كل هالثورة؟ لا يمكن للآلة أن تحب. مظبوط. لا يمكن للآلة أن تلد إنسانا،
لا يمكن للآلة أن تعرف الموت. وإذا الإنسان سيبقى سيد الآلة مهما تطورت وأفيد منها في الحياة العملية، لأنه أيضا التقنية مهمة والآلة مهمة لتسهيل القضايا ولتحسينها أكثر فأكثر، لكن أعمق ما تقدمه الآلة الإنسان هو اللي قلها قد قوم فيه. تستعمل الآلات أنا نادر. الآلة الوحيدة اللي بستعملها هي التليفون يعني، وبتمنى استخدم فقط الكلام يعني، بدل ما يسهل علي مثلا الكلام معي ذات يوم خلي نايلة صباح الخير يعني من باريس يعني، هذا فقط يعني. الآلة لكي تخدم حركية الإنسان وإبداعيته وتخدم أفقه في التقدم وفي مزيد من الحرية، هذه الآلة مع ذلك لا معنى لها. هلأ أنا عندي فقرة بسأل تشات جي بي تي اللي هو الذكاء الاصطناعي يعطيني أسئلة، فهلأ بدك أنت تقيم أسئلة تشات جي بي تي. بيقول كيف يمكن وصف الشعر العربي الحديث بالنسبة لك؟ ما في شعر، في شعراء. الشعر كلمة عامة يختلط فيها الحابل بالنابل والسيب الردي إلى آخره، بالممتاز. لذلك أنا لا أعنى بالشعر، أعنى بالشعراء. كيف تتعامل مع التوترات والصراعات السياسية والاجتماعية في أعمالك الشعرية؟ أنظر في مصادرها وفي دلالاتها، إذا ما كانت بالعمق كما تزعم يعني، مثل ما عم نشوف بحياتنا العربية، بيقولوا بدنا نثور على الطغيان مثلا، بيروحوا بيخلوا الطغيان وبيدمروا الناس الفقراء الآمنين ما لهم علاقة. هذا كله بده بحث في حينه يعني، وأقرر موقفي منه في حينه. ما رأيك بجيل الشعراء الشباب العرب اليوم؟ هذه مناسبة أقول لك أنه مثلا اليوم في حركة شعرية عربية تقودها المرأة. للمرة الأولى بخبرتي تكتب المرأة حبها هي، تكتب جسدها هي، مش الجسد الثقافي والكتب والشعراء اللي قبلها، وتقول ما لم يقل على الإطلاق في تاريخ الشعر العربي ولا في تاريخ الشعر الغربي أيضا. عندي شخصيا مشروع أني أنشر 20-30 مجموعة شعرية مثل مجلة، بدل ما تعيش 20 سنة تعيش ب20 كتاب أو 30 كتاب ماكسيموم أقصى حد. وبقول لك مثلا لو قارنا باختصار يعني بين جيلنا في مجلة الشعر، حتى ما نسميه بدء من بدر شاكر السياب مرورا بإنس الحاج ومحمود درويش ونزار قباني وأدونيس إلى آخره، إذا قارنا شعر في صباه مع الشعر الذي تكتبه المرأة اليوم، فالمرأة أفضل منا. إيش؟ في صبانة يعني، بدأنا بقوة وبشعرية أعلى من قوتنا في بداياتنا وأعلى من شعرنا اللي كتبناه في بداياتنا. المرأة اليوم هي أهم بكثير. ليه عم تتحرر أكتر أو عم تاخد قوة أكتر؟ لغة شعرية جديدة، ما في راس. يمكن أحسن شيء الواحد يعيش ما يفكر كثير. في وجود، في كينونة عميقة يمتزج فيها كل شيء.
ما هو العمل الشعري الخاص بك الذي كنت أقل رضا عنه؟ كل شعرين مش رضا عنه. مش راضي عنهم؟ يا ريت فيني لو ما نشرت أكثره. ليه؟ ما تسأليني وعم جاوبك، لأنه الوقت اللي بقرأها الآن بحس أنه ما عبر عني كما ينبغي. أنا إحساسي أنه ولادتي الكاملة لن تكتمل إلا بموتي. بتحب تجلد حالك ما هيك؟ لا، لأنه الإنسان مستقبل مش ماضي. شو المستقبل؟ بيخلقه الإنسان، يخلق مستقبله. المستقبل خلق. أجمل كلمة لستيفن جوبز قال بحياته هو قبل ما يموت، سألوه بمحاضرة شو المستقبل وشو تقديراتك باعتبارك اخترعت ما اخترعت، وقف هيك وطلع قال ما في مستقبل، انتو الإنسان هو اللي بيخلق المستقبل. وهذا من أجمل ما قيل في العلاقة بالزمان. يعني إذا اليوم أنا بسأل حالي كإنسان كيف بخلق مستقبلي؟ بعملك، بإبداعك، باختلافك عن الآخرين وعدم تكرارهم، بقول لا لأبوك إذا كان عمله مش منيح أو بقصر. أنت وجدتي لكي، أو نحن كلنا وجدنا لا لكي نقلد آبائنا، لكي نقول لهم لا فيما نقدسهم ونحترمهم أكثر من. حلو. ما هي الطقوس الخاصة بكتابة القصيدة بالنسبة إليك؟ يعني هل يمكن برمجة الحب أو لقاء بين شخصين يحب بعضهم أحدهما الآخر، هل تمكن برمجته مسبقا؟ لا يمكن. لا. وهكذا الشعر. كل كلمة درس. فكرة فلسفية تختصر فيها الحياة والموت. هلا الفلسفة ملتبسة الكلمة، بتقول فيلوزوفي يعني في سيستم. أنا ضد المنظومات كمنظومات، يعني مع الانبثاقات والتفجرات، لأنه هيدي الحياة العميقة للإنسان. وقت بتصير فكرة مدروسة بالرأس ومكررة ومثقفة ومنظمة بتموت. يعني هالانفجارات المفاجئة اللي لا يمكن التخطيط لها، لكن بلحظة من اللحظات لا يمكن تلافيها، هذا أعظم شيء بالنسبة لي. وفي كتب كثيرة شعراء وروائيين كبار مروا بهاللحظات هذه، احترقوا هيك لحظات. يعني مثلا وقت بتقرأي كلمة لنيتش بكلامه على المسيحية بدون نقد، بيختصر المسيحية وبيختصر موقفه بجملة: كان هناك مسيحي واحد هو المسيح لكنه صلب. سؤال هو بسيط كتير، سؤال بسيط كتير، بس لكل إنسان نصيحة أدونيس، أي كتب وأي شعراء أو كتاب لازم الواحد يقريهم، يعني لكل إنسان يكون عنده هالبجاج. يعني أكره النصائح وأكره التعليم، بس أنا بتمنى العودة إلى قراءة الشعراء، يقرأوا الشعر العربي من جديد.
اقرأوه، لأنه لا يمكن أن نخلق جمالية جديدة بلغة نجهل جماليتها ونجهل تاريخها الجمالي. وهذا مع الأسف ما أرى كل شعراء الشبان خصوصا اليوم مقصرين، يعني لا يمكن أن يخطئ شاعر بلغته، لا يجوز. عندنا شعراء يخطئون بلغتهم ذاتها اللي بيعبر فيها عن نفسه، طيب كيف ما بده يخطئ بالتعبير عن نفسه ذاته إذا بيخطئ بلغته؟ نزار قباني شاعر المرأة أم شاعر سياسي بتعتبره؟ هذا أنت لازم تجيبي عنه. أنا أحب نزار قباني لأنه أولا أحبه لشجاعته وأحبه للغته، وخلق يعني لغة خاصة فيه وهذا يكفي. لكن في الوقت نفسه أقول إنه أجمل ما كتبه نزار قباني لا يقرأه، لا يعرفه المعجبون به. إذا اليوم الواحد بده يحكي عن أدونيس، شو بحب يقول إنه أي قضية حامل أدونيس؟ ما بعرف جاوب عن السؤال، لأنه لا أعرف. يعني أنا أعيش حرا وأكتب ما أعده مختلفا ومتأصل في تربة حضارية لكن منفتحة على العالم كله. بتمنى كل الشعراء يكونوا هيك، بس بخصوصياتهم هنهم. لكل شاعر لازم يكون له خصوصيته. لا يجوز أن يذكر شاعر إذا قرناه بشاعر آخر، لازم يكون له عالمه الخاص. وأنا أتمنى كل الشعراء يكونوا هيك، لأنه الإنسان بيكون عظيم بين بشر عظماء، أما إذا كان وحده عظيم والناس ما ممكن. أنا بتمنى يكونوا كل الناس عظماء حتى الواحد يحس بمعنى العظمة. يقال أنك مرشح دائم لنوبل الأدب، هذا الحقيقة موضوع لا يعنيني إطلاقا. ما يعنيني هو أن أكتب قصيدة أرضى عنها، هذا صراعي مع نفسي وليس مع الجوائز إطلاقا. لم أفكر فيها أبدا ولا تعنيني، هذه مشكلتهم هم يعني، مع أنه في عندي كثير جوائز من الشرق يعني ما لا أهمية أبدا. إذا اليوم الواحد بيقول الحياة بعين أدونيس حلوة أو مرة؟ الحياة حتى عندما تكون مرة هي حلوة، لأنه هذه أعطينا الحياة مرة واحدة وإلى الأبد، وإذا هي جميلة حتى في مرارتها وعذاباتها. يجب أن نتمسك بالحياة. كيف تتعامل بالمرارة والعذاب؟ لا، لأن الحياة مرة وصعبة. كيف تتعامل معهم؟ بحاول قول للمرارة صيري حلاوة، بوشوشها يعني، وشوشي. يعني قهوتك حلوة أو مرة؟ قهوتي مرة، لأنه عبر المرورة بتعرف شو معنى الحرارة، عبر المرارة. أو لك منعرف قيمة الحياة وقت منشوف العذاب ومنشوف القصص البشعة، منعرف نرجع قيمة طبعاً. والحياة هي أهميتها، الحياة كل شامل، فيها الجرح فيها العذاب وفيها الألم، ولولا الجراح والألام والعذابات الفرح ما له معنى. صح. فيك تتخيلي إنسان
فرح باستمرار بصير آلي. مزبوط. هلأ عم تكتب قصيدة أنت عم تحكي معي؟ تقريبا. إذا بدي أسأل أدونيس عن الحرية، كيف بيوصف الحرية؟ ولوين بتخذنا الحرية؟ وشو حدود الحرية ومفهوم الحرية؟ يعني شكرا على السؤال، مع أنه صعب كثير وما من حقي أنا أني قدم الحرية بتعريف شخصي خاص، لأن الحرية مثل الهواء ملك الجميع. لكن بالنسبة إلي يعني الحرية هي جوهر الإنسان، جوهر كينونته. إذا لم يكن حرا يتساوى بالأشياء. وبعتقد أصحاب الأديان المقدسة لازم يرجعوا يفكروا في موقفه من الحرية. يعني إذا كان أنا بحكي فيما يتعلق بثقافة الإسلامية، يعني إذا كان الله نفسه يقول لنبيه إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، معنى ذلك لا يجوز لأي مسلم ينصب نفسه هاديا للبشر. كان يقول لست عليهم بمسيطر، كان يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأعظم مثل للحرية هو ما ورد حتى في النص القرآني، أن الله نفسه جلس مع إبليس مع الشيطان وتحاور وأصغى إليه في حوار في الكتاب المقدس النص القرآني حول آدم وإبليس. قال أنا، إبليس قال السؤال أنا أفضل من آدم، آدم خلقته من طين وأنا مخلوق من نار، ولن أطيعه ولن أطيعك. وهذا أعظم مثل الحرية. اللغة لم يعني أعطاه مثل، لكن كان في مقدوره أن يلغي هذا الكلام وأن يلغي الشيطان، وأن لكن لم يفعل. أثبته عبرة لمن يؤمن بالحرية. وإذا يعني يلزمنا اليوم خصوصا قراءة جديدة للنصوص المقدسة، وبوصف مسلما أتمنى أن وددت مسلما يعني أتمنى أن يعيد المسلمون النظر في قراءة سائدة للنص القرآني، ويقرأوا القرآن في أفق الحرية القائمة عضويا في النص القرآني ذاته. زيارتك إلى السعودية شو بتخبرنا عنه؟ إني أولاً يعني أشكر لهم هذه الدعوة، وأنا دعيت أكثر من مرة الحقيقة وفي أكثر من مرة سبيل، لكن كنت أعتذر وأقول أنا أتمنى أن يعني بكل حب أتمنى أن أزور السعودية، لأن هذه قارة ومصادرنا الثقافية الأولى جاي منها، ولذلك من حق كل واحد عربي أن يزور السعودية، لكن هذا لم يكن يتاح لنا في الماضي. وأنا أكثر من مرة اتصلت بالسفارة السعودية في باريس وقلت لهم أريد أن أذهب أرى، وكانوا بلطف يردون علي، هناك فتوى من ابن بابا ضدك ونأمل أن ترجي هذه الزيارة حفاظا على حياتك أو عشمل. فكنت أشكرهم شكرا. وحينما دعيت في المرة الأخيرة يعني باختصار شديد فوجئت حقيقة بهذا الغنى الداخلي اللي كان مطموس. وعندما ذهبت إلى العلا يعني فوجئت بشيء مذهل ومدهش حتى جغرافيا. يعني أنا أعرف العالم من الصين إلى البرازيل، ورأيت مناظر طبيعية كثيرة متنوعة
لكن لم أرى هوية للجبال مثلا اللي لفت لنظري أنه الجبال في العلا كأنه في يمن حوثي، كأنه بشر منحوتين طبيعيا في الجبال. فأعجبت كثيرا هذا الجانب الطبيعي بدون ما ندخل فيه بتفاصيله. يعني إلا بدي أقول جملة واحدة، إنه الجزيرة العربية هي امتداد، كانت امتداد للحضارة العظيمة اللي نشأت في العراق وصل مع الحضارة الكبرى أيضا في اليمن. يعني قارة هائلة وغير مكتشفة حتى الآن، ويجب أن نعيد اكتشافها ونعيد قراءتها. ثم الغنى الداخلي للمثقفين، اكتشفت أن أعمق قرائي هم السعوديون واجتمعت بهم ونحن نتعاون الآن في القضايا الشعرية. ويعني وأحببت كثيرا، وأحب أن أقوله حتى على في هذا الحديث، أنه محمد بن سلمان بالنسبة لي ما فعله حتى الآن يعني عمل عظيم، وهو إنقاذ أو تخليص هذه القارة العظيمة من قبض السلفية الوهابية، لأنه كانت هذه القارة العمودية والأفقية بنفس الوقت كانت مثل قبر مقبرة. فهو يعني إجا عملية إنقاذ. ثم فيما يتعلق بالمرأة، أعطى الحرية للمرأة بدون أن يفرض شيئا، أنه من تريد أن تتحجب نحترم لها هذا الحق ونصونه، ومن تريد أن تنزع الحجاب أيضا. يعني هذا وحده بالنسبة لي في هذه المرحلة يكفي لكي نحيي محمد بن سلمان، صح، وأرجو أن يكمل مسيرته. أما عندما يخطئ فسنقول له إنك أخطأ. بدي آخر كلمة لأدونيس، كلمة بتقولها لبريز، لسوريا ولبيروت. لبيك لا يزال حيا معنا، وأكرر أنا ممن عاشوا في أفقه وتتلمذوا في بعض القضايا عليه، يعني وهو إذن جزء من حياتي. سوريا أنا جزء من بعد التاريخ وأنا ولدت فيها، لكن كل نظام يعني السياسي القائم لا علاقة لي به أبدا، ولا أقر على كل حال، يعني لا أقر إطلاقا، وعلما أنه بجوز ما بيحق لي أنا أحكي الحكي من برا، لأنه أنا تركت سوريا من سنة 1956 عمر من 56 حتى الآن وأنا خارج سوريا. فيعني أحيانا بتردد قول رأيي بسوريا لأنه ما بعد ما أعرفها. للمدن اللي حضنتك مثل باريس وطريقك ببيروت كمان، شو شعورك؟ بيروت قلت لك ولادتي الحقيقية هي في بيروت، هي اللي فتحت لي يعني الآفاق الأساسية للنمو وللكتابة وللحرية أيضا. بيروت كانت رغم كل شيء هي عاصمة الثقافة العربية، وأنا حتى الآن عمقيا أستطيع أن أكرر هذا، أنه لا تزال رغم كل شيء هي مفصل أساسي فيما ينتج الآن ثقافيا على في البلاد العربية، لكن يمكن أن تكون أهم من هذا بكثير، لأن طاقاتها لا تحد. بوصف هذه الطاقات متعددة ومتنوعة، الطاقة العربية الأخرى وحيدة البعد، الطاقة هون متعددة الأبعاد. وأرجو يعني وأتكلم أنا ثقافيا، أنه على الأقل يكون في عند
أطراف هذه الطاقة مشانهم هنون يعني، حتى مشانهم حتى يكون لهم معنى. واحد بياخد معنى بجو كبير، ما بياخد معنى بجو صغير يعني. يعني حتى السياسي لا معنى لها إلا إذا كان وراها ثقافة كبيرة وعلم كبير ومجتمع متقدم كبير، وإلا بتكون لا شيء. صح. لا شيء أبدا. و يعني أظن أن المستوى السياسي في العالم العربي كله ليس في مستوى الإنسان العربي ولا الطاقات العربية. هذا وأمل أن يتغير هذا. جل. وبريز اللي حضنتك اللي قاعد فيها شو بتعطيك؟ أعطتني فتحت لي أبواب العالم وصرت جزء من حركة العالم. حلو. هذا يعني أنا عندي 3 ولادات. ولادتي الطبيعية من أمي اللي كانت مثل الشجرة يعني لا تقرأ ولا تكتب، لكن كنت أتكلم معها وهي صامتة إلى بيروت اللي يعني ما بدي أكرر شوف عملنا فيها أشياء لا بأس بها، إلى باريس اللي أعطتني يعني أتاحت لي العالم كله. رح ناخد صورة. هلأ جاوبتني بالحديث، بس إذا اليوم فرجيك الصورة قديش أدونيس راضي عن حاله وعن نفسه؟ فقط راضي عن حالي كما يخيلي بهاللحظة اللي جلسة معك. بعد لكل حادث لكل حالي جوابه. آخر هيك كلمة أدونيس بيحب يقولها. أنا سعيد بالجلوس معك وبإجراء هذا الحوار معك. يسعدني هذا كثيرا. أنا يلي مش بس بيسعدني، أنا لإلي هو أكتر من شرف وفخر. وبرجع بقول يعني فلسفة حياة الواحد بس يسمعك بيتعلم من اللي بتقوله، وبخلي الإنسان يفكر ويحلل ويروح لأبعاد الحياة ومعنى الحياة وكيف الإنسان يتحدى نفسه تيشتغل على حاله وعلى مستقبله. وياريت كل شخص بهالكون بيعمل هيك، وخصوصا بالعالم العربي اللي كنت عم بتقوله، تيكون عم بيقدر يكون نقطة لهالتطور. بدي اتطفل عليك في اطلب منك تكتب هيك جملة للنهار. بكل سرور. يعني بكتب لك جملة بحبها أنا قديمة، معلش. بلسان النهار، بلسان النهار وكتب من زمان. أنا عيش ألقا وابتكر قصيدة وامضي زد ساعة الأرض. يعني القصيدة هون ممكن تكون أي عمل. أنا يعني بالنسبة لي الشعر كل عمل خلاق شعر، مش مجرد كتاب قصيدة. الإنسان خلق شاعرا، مش هيك خلق عاشقا وحرا. هاي سؤال كثير بشع، في اسالك اياه بشع. شو اذا لا سمح الله 1000 مرة صار لك شيء، شو بتحب الاعلام يكتب عنك؟ أدونيس فقط، مجرد الكلمه. وعلى قبرك محضر الجمله؟ هذا ما بعرف اذا كنت بدي اختار القبر. أنا عم أقول لك مشكلة موتي مشكلة معقدة. هاي مثلك.
شكرا. شكرا لك.